عليكم مشاهدينا، ليلة مباركة ورمضان كريم. يسعدنا أن يكون ضيفنا لهذا المساء هو القيادي والسياسي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني. أهلا بك دكتور ياسين ورمضان كريم. أهلا وسهلا، وكل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب إن شاء الله. الأمور في اليمن هذه الأيام هادئة على ما يبدو. الأمور في اليمن تتجه نحو الهدوء، ليست هادئة تماما ولكنها تتجه نحو الهدوء. أين هو كيف تمر المرحلة السياسية في اليمن، التسوية السياسية، أي ما هي المرحلة التي تمر بها بالضبط الآن؟ حقيقة العملية السياسية هي جزء من المشهد السياسي في اللحظة الراهنة، والمشهد السياسي اليمني نستطيع أن نقول أنه يتكون من 5 مكونات في اللحظة الراهنة. العملية السياسية التي تقوم على أساس التغيير ونقل السلطة، النقل الكامل للسلطة بالاستناد إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014. ونحن الآن في الجزء الثاني من هذه العملية اللي هو الحوار الوطني، التحضير للحوار الوطني. هذا هو المكون الأول والمكون الأساسي للمشهد السياسي. المكون الثاني للمشهد السياسي هي القوى التي لا زالت حتى الآن تحيط بالرئيس السابق، والتي تعمل على تخريب العملية السياسية وعرقلة عملية التغيير التي تم الاتفاق عليها بموجب المبادرة وآليتها التنفيذية. المكون الثالث هو العنف ومظاهر الإرهاب المختلفة التي تتجلى بالحين والآخر في أشكال معينة، والتي يجري توظيفها سياسيا. هذا هو المكون الثالث. المكون الرابع للمشهد السياسي هو إعادة بناء القوى الثورية وإعادة زخمها، باعتبار أن دورها الآن في اللحظة الراهنة مهم لإنجاز عملية التغيير، وبالتالي أصبحت في اللحظة الراهنة المكون الأساسي في هذه في المشهد السياسي. أما المكون الخامس فهو طبعا القضية الجنوبية، الدعم الشعبي الجارف لهذه القضية باعتبارها قضية عادلة، مع المخاوف التي تنتاب الجميع من طغيان العنف وتصديره بدرجة رئيسية إلى عدن. هذا هو المشهد السياسي الذي تعتبر العملية السياسية كما تفضلتي بالسؤال جزءا منه. إذن أنتم الآن في مرحلة الحوار، لكن يبدو أن المكونات الأخرى التي ذكرتها، خاصة بقايا النظام التي اتهمتها أنها تعرقل التسوية السياسية ولا سيما أعمال العنف فيما بعد ذلك، ربما أنها تعرقل الجزء الثاني. هذا يعني أن التسوية السياسية قد لا تسير إلى الختام؟ لا، هو طبعا دعينا نقول أن العملية السياسية المبنية على أساس التغيير هي الخيار الذي ارتضاه الناس. هنا قوى ترى أن عملية التغيير تمس مصالحها ولا زالت تعمل حتى اللحظة للأسف، بالرغم أنها اعتبرت نفسها جزء من هذه التسوية السياسية، لكنها تعمل في الأساس على تخريب هذه العملية. إلى أي مدى ستستطيع أن تخرب هذه العملية؟ هذه مسألة مرهونة بتلاحم القوى الثورية في الدفاع عن مسار العمل السياسي القائم على أساس التغيير، وبالتالي الاتجاه نحو إنجاز مهام أو الأهداف الثورة الشعبية السلمية. إذن أنت تراهن على الشباب في الساحات الوقوف في وجه بقايا النظام؟ أنا أراهن على كل قوى التغيير، على الشباب في الساحات، على قوى التغيير المختلفة، على التحالفات السياسية والاجتماعية التي ترى أن النظام السابق الذي أنهك البلد قد غادر وعليه أن يغادر. ولذلك لا أعتقد أن فئة ما فقط يتم الرهان عليها، بالرغم من أنها تحملت مسؤولية الانطلاق بعملية التغيير، بتقديم التضحيات، بالثورة الشعبية التي قامت بدأت منذ 2011، لكن عملية التغيير اليوم أصبحت
وخاصة بعد انتخابات 2011-21 فبراير، القضية الشعبية عامة، لأن الناس الذين خرجوا لانتخاب الرئيس هادي في 2000 يوم 21 فبراير 2011 خرجوا مؤمنين بعملية التغيير، ولذلك استطاعت الثورة الشعبية أن توصل، ثورة الشباب أن توصل رسالتها لعموم الشعب، وخرجوا يوم ذاك يعني باتجاه الإنجاز عملية التغيير. دكتور ياسين، كنتم مؤخرا قد اعترضتم على التعيينات الأخيرة التي أقرها الرئيس هادي، واعتبرتموها أنها لا تسير وفق العملية السياسية المأمولة. ألم يستشيركم الرئيس هادي قبل إصدار هذه التعيينات، خاصة بصفتك أحد كبار مستشاري الرئيس؟ التعيينات هي مسؤولية الحكومة والرئيس، وليس نحن ليس لنا علاقة بها، لكن كنا نحن قد وضعنا أسس معينة لمثل هذه التعيينات، واتفقنا عليها باعتبار أنها جزء من عملية التغيير، بل أنها جزء من المظهر الأخلاقي الجديد لهذا النظام الذي جاء بعد الثورة الشعبية. وقلنا أن التعيينات ليست هي المشكلة، المشكلة تكمن في حل المشكلات العالقة، مثلا المشكلات العالقة منذ 94، مشكلة المسرحين، مشكلة المحالين قصرا إلى التقاعد، ما مارسه النظام الاستبدادي السابق ضد فئات واسعة من المجتمع بمقاومة إياه. قلنا أولا علينا أن نعالج هذه المشكلات العالقة بدلا من البحث في إنتاج مشكلات جديدة، ولذلك نحن نعتقد أن الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها لابد أن تلتزم بها الحكومة ويلتزم بها أيضا الرئيس، باعتبار أنها واحدة من المقدمات الضرورية لإبراز الملمح الأخلاقي الجديد لهذا النظام. من هذا المنطلق حقيقة نحن قلنا رأينا، يعني لم نعارض بالشكل الذي فهمه الناس، ولكننا قلنا رأينا أنه علينا أن نعود إلى الاستراتيجية التي تم الاتفاق عليها في فترة مبكرة. أنت تتحدث دكتور عن فكرة أهمية استيعاب كل القوى الوطنية في التعيينات والقرار السياسي، لكن السؤال في اللجنة الفنية التي تشرفون عليها، الحراك الجنوبي اشتكى أيضا أنه تم استثناؤه من هذه اللجنة، لماذا؟ اللجنة الفنية حقيقة علينا أولا أن ننظر إلى قضية الحوار باعتبارها قضية لا تعني السلطة ولا النظام القائم ولا القوى السياسية التي وقعت على المبادرة الخليجية أو الآلية التنفيذية. الحوار الوطني هو مسؤولية الجميع، ولذلك لو لاحظتم أن الآلية التنفيذية التي تم التوقيع عليها قالت أن المعني بتقرير مستقبل البلد هي كل المكونات السياسية والاجتماعية الفاعلة، وتحدثت عن 8 مكونات أساسية. أولا المكونين الذين وقعوا الاتفاقية المشترك ثم يأتي بعد ذلك معنا نعم المشترك والمؤتمر، ثم يأتي بعد ذلك الحراك السلمي في الجنوب والحوثيون، الشباب في الساحات، منظمات المجتمع المدني، الأحزاب التي لم تشترك في التوقيع على الاتفاق، وأيضا المرأة. هذه المكونات الأساسية التي ستشارك في الحوار. عندما نتحدث اليوم عن الاستثناء نحن لم نصل بعد الحوار، لازلنا حتى الآن في إطار التحضير والترتيب والإعداد للحوار الوطني. جاءت اللجنة الفنية فعلا فيها بعض الأخطاء، فيها بعض النواقص، وأنا أعتقد في ظل الظروف التي نعيشها لابد أن تنشأ بعض النواقص. المهم أن نعالج هذه النواقص ونعالج هذه الأخطاء بالمفهوم الذي لا يحمل أي دلالة على استثناء أحد. نحن نعرف أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت، وأنا أعتقد أنه سيتم معالجتها إن شاء الله، بس المهم هو الاتجاه نحو الحوار الوطني. هل المعالجة تعني دكتور ياسين، هل المعالجة تعني أنه سيتم المضي باللجنة الفنية كما هي الآن، وأن الحوار سيكون أشمل معهم؟ هل هذه المعالجة التي تقصدها؟
لا، أنا أعتقد المعالجة يجب أن تتم على مستويين. المستوى الأول مفهوم الوظيفة المحددة للجنة. هي حقيقة ليست لجنة فنية بالمفهوم الذي ربما يعني أنها مجرد فقط أن تعد قوائم وتعد يعني جدول أعمال مؤتمر الحوار. لا، هذه اللجنة هي الخطوة الأولى نحو الحوار الوطني. هي المعنية بوضع موضوعات الحوار، المعنية بالتشاور مع كل القوى السياسية لتحديد موضوعات الحوار. يعني أنها لجنة فنية ولكن أيضا لها وجه آخر وهو الجانب السياسي. من هذا المنطلق عندما نتحدث عن إصلاح ربما النواقص فيها، إصلاح من المنطلق الذي يقول أنها أيضا لجنة سياسية، هذا سيتم في تقديري إصلاحه حتى فعلا تتمكن من الإعداد الجيد للحوار الوطني. لكن القضية الرئيسية التي يجب أن نتجه إليها هي أن كل هذه المكونات الرئيسية يجب أن تشارك في الحوار الوطني، ويجب أن تكون ممثلة بالتساوي وعلى قاعدة لا تخل فعلا بأحقية الجميع في الحوار الوطني وبالإسهام الفاعل فيه. الشيء المهم في الحوار الوطني أنه لا توجد مرجعية لهذا الحوار، يعني معنى أن السلطة ليست مرجعية للحوار، لكن مرجعية الحوار هو المؤتمر نفسه، هي المكونات التي ستشارك في الحوار. هل هذا يعني أن الشرعية الآن التي تحكم في اليمن هي الشرعية التوافقية؟ هذا يعني أن الثورة أسقطت الشرعية الدستورية وأن الشرعية الحاصلة هي الشرعية التوافقية، شرعية الأمر الواقع كما أسميتها أنت في 2006؟ شوفي، أنا أعتقد أن الدستور في هذه البلدان جرى العبث به. يعني هذه الأنظمة الاستبدادية أو الأقرب إلى أن تكون استبدادية التي يتوحد فيها الشخص الحاكم مع النظام، أول ما تبدأ بالاعتداء عليه هو الدستور. وذلك من الصعب أن نتحدث عن شرعية دستورية في ظل انتهاكات دائمة للدستور. هنا المرحلة القائمة الآن هي مرحلة استعادة روح الدستور. صح أنها توافقية لكنها ليست توافقية خارج الدستور إلا فيما يتعلق بالقضايا الخاصة الواردة في الآلية التنفيذية والمبادرة والمبادرة. دكتور ياسين، أما ما عداها، هل يوجد توافق في الحكومة بينكم في المشترك وبين المؤتمر؟ ألم تختلفوا على نقاط كثيرة آخرها كان قانون العدالة الانتقالية؟ هل قبل أن نتحدث عن المكونات الأخرى، هل يوجد فعلا توافق الآن بين الشريكين الأساسيين بقايا النظام والمشترك؟ أولا عندما نتحدث عن التوافق علينا أن نضع السؤال التالي. هذا التوافق الذي تم على أي قاعدة تم؟ تم على قاعدة التغيير، تم على قاعدة الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2014. معنى أن هذا التوافق له قاعدة وله أساس، وعلى هذه القوى المتوافقة أن يكون برنامجها الحقيقي هو عملية التغيير بالاستناد إلى هذه الوثائق. العدالة الانتقالية هي واحدة من القضايا التي شملتها الآلية التنفيذية. لماذا العدالة الانتقالية؟ احنا نقول الآن هذا البلد الذي يعني عاش صراعات وحروب طويلة وشهد كثير من الضحايا وامتلأ بالمشكلات، جئنا في مرحلة معينة بعد الثورة قلنا علينا ونحن نتحدث عن نقل السلطة وعملية التغيير أنه مقابل نقل السلطة تعطى الحصانة للحاكم اللي كان حاكم، يعني احنا أعطينا حصانة للجلاد. طيب، هؤلاء الضحايا ألم يكن بالإمكان أيضا أن تعالج أوضاعهم عبر قانون؟ هذا القانون ربما لا يحمل الصفة الجنائية ولكنه قانون يقوم على أساس تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، بما يعني أن كل المشكلات التي
رتبتها الصراعات التاريخية في حياة هذا البلد وانهاء الثأرات والمشكلات والانقسامات لا بد أن تعالج وفقا لهذا القانون. يعني أنت مع قانون العدل الانتقالي؟ وبالتالي نعم بالتأكيد. وبالتالي إنجاز هذا القانون في هذه المرحلة من شأنه أولا أن يعز الثقة بين كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية، أيضا هؤلاء الضحايا وأسرهم وإلى آخره في مختلف مراحل الصراع المختلفة لا بد أيضا أن يجدوا أنفسهم حاضرين في هذه العملية السياسية الأخلاقية الجديدة. ولذلك من الخطأ أن يأتي من يعارض قانون العدالة الانتقالية بأي صيغة من الصيغ ولأي سبب من الأسباب. هذا القانون هو أحد مظاهر المستقبل الجديد إذا أردنا أن نضع هذا البلد على مسار المستقبل الجديد. نعم. ولذلك بعض المشكلات التي برزت في إطار نعم. الحكومة أو خارج نعم. حتى الحكومة بمفاهيم مختلفة أنا أعتقد أنها لابد أن تعالج. والقانون الآن بيد الأخ الرئيس باعتبار أنه إذا اختلفت الحكومة لابد أن تعيد القانون إلى الرئيس للكلمة الفصل فيه. وأنا أعتقد أن كل المؤشرات وكل المعطيات التي تبرز أمامنا في الوقت الحاضر تؤكد على أهمية قانون العدالة الانتقالية وضرورة الإسراع في إنجازه. نعم. حوارنا سادتي الكرام ما زال مستمر مع الدكتور ياسين سعيد نعمان ولكن بعد هذا الفاصل. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار في حوار الساعة مع الدكتور ياسين سعيد نعمان القيادي اليمني وأمين حزب الاشتراكي في اليمن. دكتور ياسين، كنت تتحدث عن أهمية الأخلاق في إقرارها المرحلة القادمة، ولكن هذا التغيير والعملية السياسية التي تسير هل من أخلاقياتها إعادة إنتاج النظام؟ أنت تعلم أن أهالي الضحايا يرفضون قانون الحصانة ويرفضون أيضا قانون العدالة الانتقالية. اولا في عندما نتحدث عن المستقبل علينا ان نضع امام اعيننا جمله من القضايا الرئيسيه. القضيه الاولى هي الخروج من النظام السابق بهذه الثوره الشعبيه، والخروج حقيقة كان يجب أن يتم في هذا البلد بثمن يعني أقل مما كان يجب أن يعني أن يحدث. عندما نتحدث اليوم عن إعادة إنتاج النظام السابق حقيقة تعبير مبهم. ما هو المقصود بإعادة إنتاج النظام السابق؟ النظام السابق أصبح في تقديري جزء من الماضي. الآن نحن ننتج نظام جديد. هذا النظام الجديد توافق الناس على إنتاجه حتى ممن كانوا يعتبروا جزء من النظام السابق. هذه النقلة الحقيقية في حياة الشعب اليمني والتي أجبرت النظام السابق على الاعتراف بعملية التغيير أنا أعتقد أنها واحدة من منتجات الثورة الشعبية. ومن حق هؤلاء الذين قدموا التضحية أن يفتخروا لا أن يندموا. هذا التعبير الذي يرد في بعض الأحيان على لسان بعض السياسيين هو تعبير خاطئ، لأنه لولا هذه التضحيات لما استطاع هذا البلد أن ينجز هذه العملية بهذا المستوى الذي تم حتى الآن. اثنين، أن تجنيب اليمن الحرب الأهلية أو الحرب التي كانت متوقعة أنا في تقديري لم تخرجه فقط من باب أن البلد سيتحطم أو سيتهدم أو كذا، ولكن أخرجته من أهم قضية من القضايا وهي استحقاقات الحروب. الحروب أيا كانت الانتصارات فيها ترتب استحقاقات لفئات معينة وهي التي تعطل بعد ذلك الزخم الثوري، هي التي تتولى بعد ذلك وضع القوائم
والمحرمات التي بشأنها كما يدعون حماية الثورة. كان لابد من إيجاد التوازن السياسي في التجربة اليمنية، لأن الصراعات التاريخية التي يوجد في هذا البلد كان من الممكن أن تطغى بشكل أو بآخر، بل وطغت بشكل أو آخر على المسار الثوري في مرحلة معينة وأثقلته باستحقاقات من النوع الخطير. نعم. ولذلك من وجهة نظرنا جاءت العملية السياسية في لحظة تاريخية حاسمة لكي تنجز أيضا مهمة تاريخية، وهي أولا إنهاء النظام السابق وإيجاد موازنة سياسية واجتماعية جديدة لا يبدو فيها أن طرف من الأطراف يحمل استحقاقات من نوع ما على الأطراف الأخرى. هذا التوازن أو التوازي في الحياة السياسية من شأنه أن يجعل الحياة السياسية مستقيمة. أول عملية التغيير تمت وستتم مهما كانت الصعوبات التي تواجهها اليوم. التوازن في الحياة السياسية مهم بعيد عن الاستحقاقات التي تمليها الحروب والاستحقاقات التي تمليها العنف، وبالتالي هذا الميزان في تقديري هو الذي أعطى للتجربة السياسية اليمنية وجعلها في تقديري الشخصي نموذج خاص مستقل عن غيرها من النماذج الأخرى التي برزت فيها الحروب وبالتالي أدت إلى استحقاقات أو العنف أدت إلى استحقاقات من نوع آخر. نعم. سواء كان اجتماعي أو سياسي. نعم. ولكن سيدي العزيز، فكرة إنتاج النظام هي لا تعتمد فقط على بقاء أشخاص أو رحيلهم، نحن نتحدث عن المنظومة السياسية وفكرة الحكم. ألم يعتمد اليمن أو يقر الديمقراطية العددية منذ العام 90 دولة الوحدة، وهي الديمقراطية التي أثبتت فشلها وأول من اعترض عليها كان الحزب الاشتراكي اليمني وأدت إلى الحرب بين الشمال والجنوب، ثم بعد ذلك اعترض عليها الحوثيون الذين رأوا أنهم مجموعة أقلية في شمال الشمال بسبب هذه الديمقراطية العددية؟ هل سيتم إنتاج ذات الفكرة الديمقراطية، خاصة أن هناك خيارات أخرى من الديمقراطية كالديمقراطية التداولية التشاركية التي تقسم بشكل آخر؟ هل سيتم إنتاج تفكير ربما بشكل إبداعي في طريقة الحكم اليمنية الجديدة، أم سيتم إنتاج ذات الطريقة؟ هنا السؤال يختلف طبعا، ليس له علاقة بإنتاج النظام السابق. نحن الآن لا توجد قوة بمفردها تقرر مستقبل الحياة السياسية. كل هذه الأفكار التي تفضلت بها ستكون مطروحة للحوار الوطني. ما هي الديمقراطية الملائمة لهذا البلد؟ لن يقررها النظام القائم، ولن تقررها يعني أحزاب التوافق القائمة، ولن يقررها الطرف بمفرده، وإنما ستقررها كافة القوى والأحزاب السياسية التي ستنخرط في عملية الحوار. طبعا الحزب الاشتراكي على الجميع، دعني أعرف ما هي الفكرة التي يريد أن يتبناها الحزب الاشتراكي ويطرحها كأحد هذه القوى. الحزب الاشتراكي أولا سيكون حاضر في الحوار الوطني، ولديه رؤى من مختلف القضايا المطروحة. هذه الرؤى سيأتي بها إلى يعني مائدة الحوار، ولن يتمسك برؤيته باعتبار أنها الأفضل أو الأحسن، لكن طالما أنه يحمل رؤية وأطراف أخرى تحمل رؤى مختلفة على الناس أن يتحاوروا. كلما تحاوروا الناس على قاعدة التفاهم منطلقين من مصلحة هذا البلد مستفيدين من تجارب الماضي، أنا أعتقد أنهم يستطيعوا أن يصلوا إلى ما يمكن يعتبر قاسم مشترك بين الجميع، كافة القوى المختلفة. دكتور ياسين، نحن في هذه المرحلة. نعم نعم. دكتور ياسين، هل يحمل الحزب، أفهم من كلامك أن الحزب الاشتراكي يحمل رؤية وقرار يكاد يكون مستقل عن المشترك وبالذات عن حزب الإصلاح الإسلامي؟ ليش إلا حزب الإصلاح الإسلامي؟ لأنه أحد التيارات المكونة للمشترك. طيب، ومن أهم التيارات وأكبرها وله تأثير. خلي سؤالك على أساس بعيد عن المشترك. بالضبط، نحن أولا في المشترك تحاورنا كثيرا، ونحن نعتز كثيرا بهذه التجربة، تجربة اللقاء المشترك. هذه التجربة التي في تقديري خلقت مفاهيم سياسية جديدة في هذا البلد الذي عاشت الحياة السياسية فيه صراعات يعني لا نهاية لها. المشترك
استطاع منذ 2006 حتى بدء الثورة الشعبية في 2011 ان يكون العنصر المحرك لتصعيد الأزمة الثورية داخل هذا البلد. بمعنى أنه منذ 2006 عندما حاول النظام أن يتجاوز الاحتقانات السياسية والاجتماعية بإجراء انتخابات شكلية في 2009 ثم 2010، كان اللقاء المشترك وهو يتحاور حول مستقبل هذا البلد، يدرك أن هذا النظام لم يعد صالح بأي حال من الأحوال لحل أي مشكلة في اليمن، وأن التفاعلات الاجتماعية والسياسية التي بدأت تبرز بما فيها الاحتقانات، بما فيها الثورة في الجنوب، بما فيها حروب في صعدة، بما فيها كل الاحتقانات الاجتماعية والسياسية على صعيد اليمن، كان يدرك أنها مقدمة لثورة شعبية حقيقة سماها يومها الهبة الشعبية المنتظرة، ولذلك رفض أن يدخل في أي انتخابات شكلية من شأنها أن تفرغ هذه التفاعلات السياسية والاجتماعية والاحتقانات الاجتماعية التي كانت قد بدأت، رفض أن يدخل في هذه الانتخابات الشكلية. هذه النقطة كانت تؤكد أن اللقاء المشترك لديه مشروع سياسي، وأنه لا يعمل ذلك بدون مشروع سياسي. هذا المشروع السياسي برز في وثيقة الانقاذ، وتحدثنا حول مفهومنا للديمقراطية، تحدثنا حول كيفية حل المشكلات القائمة ومن ضمنها مشكلة الدولة المدنية الحديثة، تحدثنا حول قضية حل قضية الجنوب القضية العادلة، واعتبرناها المدخل الرئيسي لحل المشكلة داخل اليمن. تحدثنا عن حل مشكلة الحروب في صعدة، تحدثنا عن قضايا كثيرة، تحدثنا عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي، تحدثنا عن الديمقراطية. هل بالنسبة للديمقراطية هل لا زالت هذه الوثيقة صالحة لأن تكون أساس لحوار قادم بالنسبة للقاء المشترك؟ أنا أعتقد في جزء منها لا زال صالح، وفي جزء يتغير بتغير الحياة. نعم، نحن الآن بصدد تصحيح بعض المفاهيم فيما يخص موضوع الديمقراطية، موضوع أن الدولة المدنية الحديثة، دولة المواطنة، الدولة غير الأيديولوجية سواء كانت دين أو غيرها من الأيديولوجية. نقول بهذا الشكل أو ذاك، نحن على صعيد التفاهم فيما يخص الدولة المدنية الحديثة نحتاج إلى مزيد من الحوار، وبالتالي القلوب مفتوحة لهذا الحوار. أنت تتحدث الآن عن الدولة المدنية الحديثة، أريد أن أفهم رؤية الاشتراكي عن الدولة المدنية الحديثة، وهل هناك رؤية موحدة بين كل القوى اليمنية عن الدولة الحديثة أو فكرة المفهوم الدولة المدنية؟ الدولة المدنية الحديثة ما نعقدهاش، هي ببساطة دولة المواطنة، ليست دولة النخب العسكرية أو القبلية أو العائلية أو الأيديولوجية. باختصار هي الدولة التي تحقق المواطنة المتساوية بين جميع أبناء الوطن الواحد. المرجعية فيها هي المواطن، السلطة فيها للمواطن، تحقق معاني العدل، هذه الدولة نعم بعدين تحقق العدل والمساواة وإلى آخره. هذه الدولة ببساطة بدون أي تعقيدات، لا نريد أن ندخل في تنظيرات كبيرة تعقد المسألة، لكن هذه الدولة في اللحظة الراهنة نرى أنها هي الدولة المدنية الحديثة التي يحتاجها المواطن اليوم، باعتبار أنها مظلة رئيسية، ليست دولة العائلة ولا دولة العسكر ولا دولة القبيلة ولا دولة الأيديولوجيا. دكتور ياسين، أنت تعلم أنت تعلم أن هذه المكونات التي تتحدث عنها هي من المكونات الرئيسية اليوم في القوى الوطنية والمشاركة في الحوار. اليوم عندما نتحدث عن القوى القبلية والعسكرية هي من مكونات الثورة ومكونات المشترك، وأيضا هي من مكونات الحوار الوطني والسلطة التوافقية. ما الذي يعنيه كلامك؟ ما الذي تقصده تماما بحديثك؟ الذي يعني أن هذه القوى عليها أن تنتقل إلى هذه الدولة. لا أحد يستطيع اليوم أن يسلم بأن أحد هذه المكونات تستطيع أن تعيد إنتاج دولة باسمها. باختصار، وأنا أعتقد أن المقدمات الرئيسية التي أنتجتها ثقافة الثورة الشعبية الشبابية السلمية قد وصلت إلى كل بيت، وعلى الجميع أن يدرك ذلك. عليهم أن ينتقلوا إلى هذه الثقافة التي ولدتها هذه الثورة،
وأنا أعتقد أنها ظروف المعطيات متاحة باللحظة الراهنة. نعم. بدون تعقيدات كبيرة. طبعا ستبرز بعض التعقيدات، لكنها ليست التعقيدات التي من شأنها أن تمنع قيام هذه الدولة نتكلم عنها. دكتور ياسين، رئيس هادي سيتسلم الشهر القادم ربما، أو قد تسلم الخطة الذي نفذتها اللجنة الخاصة بهيكلة الجيش. هل يمكن أن نسمع قريبا عن إقالة كبار قادة الجيش؟ أتحدث تحديدا عن علي، عن محسن الأحمر وأحمد علي عبد الله صالح. أولا دعيني أقول لك شيئا واحدا. هيكلة الجيش هي عملية طويلة. أولا لا نستطيع أن نقول أن الجيش هو علي محسن وأحمد علي عبد الله صالح. الجيش يجب أن ننظر إليه باعتباره ذلك الجيش الذي من شأنه أن يعبر عن حاجة وطنية جرى تشويهها من قبل هذا النظام، سواء بحرب 94 وتصفية جزء من هذا الجيش الوطني، ثم إعادة بناء هذا الجيش على قاعدة مختلفة، تصفية جيش سبتمبر وبناء الجيش العائلي. هنا القضية يجب أن تؤخذ من هذه الزاوية الوطنية أولا، أنه عندما نتحدث عن هيكلة الجيش لابد أن نبدأ من 94 حتى اليوم، هذا أولا. النقطة التي تتحدثين عنها هي قضية الوضع القائم الآن فيما يخص وحدة الجيش بوضعه الحالي. أنا من الصعب حقيقة أن يعني أن نضع علي محسن في مواجهة علي أحمد. أحمد علي. خلينا نقول أن هذا، أن الذي حدث في هذا البلد، في جيش انضم إلى الثورة ودافع عنها، وجزء من الجيش واجه الثورة وضربها في مقتل. علينا في هذه الحالة ونحن نتحدث عن المستقبل، إذا أراد البعض أن يتجاوز هذا الموضوع، أن نبحث في المسألة من زاوية أخرى. هل نستطيع أن نبني وحدة الجيش على قاعدة جديدة تأخذ بعين الاعتبار وطنية هذا الجيش ووظيفته، منطلقين من أن هذا الجيش هو جيش الشعب، جيش الوطن، مش جيش عائلة؟ هل نعم، أفهم؟ وجيش الوطن مش جيش، بقول لك جيش الشعب وجيش الوطن وليس جيش عائلة. وبالتالي لابد أن تكون، قيادة الجيش معبرة عن هذه الحقيقة. هذا ما يسعى عليه الناس في الوقت الحاضر، وأنا أعتقد هذه من المهمات الرئيسية في اللحظة الراهنة للرئيس عبد الرب منصور، باعتباره مفوض شعبيا باستعادة هذه المؤسسات المغتصبة من قبل البعض، سواء كانت المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية. عبد الرب فوض الشعب يوم 21 فبراير، وعليه أن يتخذ القرارات الضرورية للانطلاق نحو استعادة الدولة من هذه، بناء على هذه النظرة. أشكرك دكتور ياسين. دكتور ياسين، مشاهدينا الكرام، ما زلنا في حوار الساعة، ولكن نواصل بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. مرحبا بك دكتور ياسين، أرحب بك من جديد، ولكن اسمح لي أن أعود للنقطة التي كنت أتحدث عنها. أنت تقريبا كل القضايا تعيدها إلى طاولة الرئيس هادي، وهذا يبدو أنه المنصوص عليه بحسب المبادرة، أن كل القضايا المفصول فيها سياسيا أو مختلف فيها سياسيا يفصل فيها الرئيس. ولكن اسمح لي أنا أسألك الآن كأحد كبار قادة المشترك والأمين العام للحزب الاشتراكي، وأنت أيضا من مستشاري الرئيس هادي، فأريد أن أعرف رأيك في نقاط أساسية، أهمها هل أنت موافق على بقاء أقارب الرئيس صالح في الجيش؟ أولا هذه المسألة ليست رغبة، فلان أو فلتان، والتعبير عنها يعني كرغبة يخرج عن نطاق المسؤولية. المطلوب اليوم استكمال عملية نقل السلطة،
دون الحديث عن فلان او فلتان من الناس، دون الذهاب الى ان على الى 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 يعني الى الى الى, إلى, إلى وضع القضيه باعتبارها قضيه شخصيه. ولكن سيدي انت تعلم انها رغبه جماهيريه. نحن في التسويه، لا نحن في التسويه، انا اقول لك نحن في التسويه السياسيه تحدثنا بدرجه رئيسيه عن استكمال عمليه التغيير ونقل السلطه واستعاده الدوله من كل المغتصبين لها. هذه المساله تضع امامنا سؤال، هل الوضع القائم الان بالشكل الحالي، الشكل القائم الان سواء كان في الاطار المدني او في الاطار العسكري، سيمكن فعلا من استكمال نقل السلطه وتنفيذ الاتفاق؟ لا شك ان هناك هذه العوائق لا زالت قائمه. وبالتالي عندما نتحدث اليوم عن بقاء فلان او فلتان في هذا الموقع، نحن ننطلق من قضيه اساسيه وهي استكمال نقل السلطه بدرجه رئيسيه وانهاء كافه العوائق التي من شانها تستكمل نقل السلطه بناء على الاتفاق. لذلك يصبح هذا السؤال بمضمون بدلالته مجاب عليه بان الجميع متفقون، مش فقط رغبتي انا او رغبه فلان من الناس، ولكن حتى رغبه القوى التي وقعت الاتفاق من الطرف الاخر. نعم. لذلك على الجميع في ان يتجهوا نحو انجاز هذه المهمه ويمكنوا الرئيس هادي من انجازها باعتبار ان التفوض الشعبي لديه اكثر من اي قوه اخرى. نعم. زرت صعدة مؤخرا لإقناع عبد الملك الحوثي بالمشاركة في الحوار الوطني، وفعلا تنازل الحوثيون عن نقاطهم العشر وقبل المشاركة أو شروطهم العشر. هل تعتقد أن الحركة الحوثية في صدد تحول إلى حزب أو حركة سياسية مدنية؟ وهل هناك تفاوض معها للاشتراك في السلطة التي هي ترفضها بشكلها الحالي، خاصة أنها موقعة على المبادرة الخليجية؟ السؤال حقيقة مركب من سؤالين. الجزء الأول من السؤال، عندما تحاورنا مع الأخ السيد عبد الملك كان حوار طيب، وحقيقة في النقاط العشر التي وضعوها لم يتحدثوا عن أنهم يمثلوا صعدة، قدموا أنفسهم كقوة سياسية كمكون سياسي، وهذا أنا أعتقد أنه واحدة من القضايا الرئيسية التي تعطي مؤشر بأن الحوثيين يتحولون إلى هذا المكون السياسي على صعيد اليمن بشكل عام. النقاط التي قدموها حقيقة لم تهمل ولم يتنازلوا عنها، ولكن قيل حينها أن هذه النقاط هي شرط لإنجاح الحوار وليست المشاركة في الحوار، وبالتالي ما كان بحثها هو اللجنة التحضيرية، هذه لجنة الإعداد القادمة، نفس النقاط التي تقدم بها الحزب الاشتراكي وتقدمت بها أيضا أحزاب أخرى، هذه سيتم بحثها قبل أن يبدأ الحوار في إطار اللجنة التحضيرية باعتبارها شروط لإنجاح الحوار. أما فيما يخص الموقف من المبادرة الخليجية، أنا أقول أن المبادرة الخليجية ليست مرجعية للحوار، هي قيمتها في أنها قالت أن على الجميع اليمين يتحاوروا، لكنها ما قالتش كيف يتحاوروا وعلى إيش يتحاوروا. تجعلت اليمنيين أن يتحاوروا في الموضوعات التي يتفقوا عليها، ولذلك من الخطأ الربط بين رفض المبادرة من قبل البعض ورفض الحوار على اعتبار المبادرة الخليجية، لا يوجد ربط إطلاقا. المبادرة الخليجية قيمتها هي والآلة التنفيذية وقرار مجلس السلام 2014 أنهم قالوا لليمنيين أن مستقبل اليمن لا يصنعه طرف أو طرفان، وإنما هي مسؤولية الجميع، وحددت هذه المكونات ما فيها الحوثيين والحركة الجنوب والجميع. ولذلك أنا أعتقد واحدة من نتائج هذه الثورة أنها أعادت الحوار قيمته، أعادت لمفهوم الحوار بين الناس قيمته، أشاعت ثقافة الحوار بالقيمة التي تعني في الأساس أن الجميع مسؤولين عن تقرير مستقبل هذا البلد إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور ياسين، أنت تتحدث بصفتك أحد قيادي المشترك، ولكنك تحدثت أيضا في بداية الحوار أنكم سيضمن الحوار فقط دخول الحراك السلمي الجنوبي، هل معنى ذلك أن هناك حراك غير سلمي في الجنوب؟ لا، نحن لا نتحدث عن هذا، نحن نقول لا. اسمه هكذا، اسمه الحراك السلمي. رئيس الناخبي؟ لا، لا أتحدث عنه، لا يوجد للحراك رئيس.
الحراك حركة شعبية الجميع منخرط فيها بتكوينات مختلفة. في هذه التكوينات هي التي تقرر مستقبل علاقتها بالحوار، وبالتالي نحن تحاورنا مع الجميع إلا الذين أعلنوا أنهم رافضين الحوار مسبقا ورفضوا، هذا موضوع آخر. لكن معظم الفئات والشرائح التي يتكون منها الحراك السلمي أعلنت استعدادها للحوار، لديها بعض المطالب أو الشروط المتعلقة مثلا بكيفية إجراء الحوار، أن يسبق ذلك يعني حوار جنوبي، في أشياء، لكن لم تمتنع عن الحوار على اعتبار أن الطريق إلى المستقبل الحوار بين الناس يعني. دكتور ياسين، أنت تتحدث عن أهمية وضع قوانين للمدنية والأخلاق والسلمية في اليمن، ولكن كثير من الأطراف السياسية التي تتشاركون معها اليوم هي تحمل السلاح. هل من أحد النقاط التي ستكون مطروحة في الحوار أن يتم نزع السلاح عن بعض هذه القوى السياسية؟ لا، أولا نفرق بين 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 حمل السلاح وبين استخدام السلاح. يعني عندنا يعني أنا لا أتحدث عن المفهوم الشعبي لحمل السلاح، أنا أتحدث عن ترسانة عسكرية تملكها بعض القوى السياسية. كويس، جميل. أولا أنا أعتقد أن كل من يتمسك بالسلاح لا يجوز له أن يتحدث عن الحوار أيا كان، حتى لو كان في تناقض جوهري. أي أحد يتمسك باستخدام السلاح لا يجوز لهم يتحدث عن الحوار، لأنه في تناقض حقيقي بين مفهوم الحوار وبين مفهوم فرض الشروط أو الموقف بالسلاح. أنا أعتقد أن هذه مرحلتين أو نقطتين يجب التفريق بينهما. نحن نريد أن ننتقل من مرحلة إلى مرحلة. المرحلة هذه التي لها أدواتها من ضمنها السلاح يجب أن تنتهي. كيف تنتهي؟ إذا أردنا أن ننتقل لمرحلة يجب أن تنتهي، يجب أن نسلم الجميع. هذه القضية عندما يقبل أي طرف بالحوار معنى هذا أنه يتنازل عن استخدام السلاح. هناك أطراف يمنية تقول أن من حقها أن تحمل السلاح لأن هناك ترسانة عسكرية غير يمنية، وتتحدث تحديدا عن الطائرات الأمريكية والتواجد العسكري الأمريكي، وأن هناك تدخل عسكري أمريكي، وبالتالي أن من حقهم أن يكونوا مسلحين بهذا المعنى أو بمعنى آخر. الذي يواجه التدخل الخارجي هي الدولة وليس الفئات. هل هناك تدخل خارجي؟ على الناس إن... لا اسمحي أقول لك، أنا إذا في تدخل خارجي، أنا أقول أولا كمبدأ عام، إذا في تدخل خارجي المعني بالمواجهة هي الدولة وليس الفئات المختلفة. لابد من العودة إلى الدولة، عودة لاستعادة الدولة. في ظل غياب الدولة نشأ هذا المنطق، وهو منطق أعوج بكل أحوال. هل يوجد للدولة جيش موحد؟ اسمح لي، يجب أن نتجه الجميع إلى الدولة، إلى استعادة الدولة، إلى بنائها، لأنها المعنية بحماية أجواء البلد. طب في هذه الحالة، والمعنية بحماية حدود البلد. نعم، في هذه الحالة الدولة الآن هل لديها جيش موحد؟ نعم. ووطني؟ هذه مهمتنا الآن، هذه مهمتنا الآن، مهمة كل هذه القوى أن تبني الدولة لكي لا تجد نفسها مسؤولة عن مقارعة يعني ما تدعي. المعني بدرجة رئيسية عن حماية الدولة وحدودها وسيادة الدولة هي الدولة، الجميع عليهم أن يتعاونوا معها. أما هذا المنطق فأنا أعتقد أنه غير مبرر إطلاقا يعني. نعم. دكتور ياسين، من يعطي الحق لأي فئة أن تقوم نيابة عن الدولة في الدفاع عن الدولة؟ طيب دكتور ياسين، إذا تخلت الدولة عن مهمتها هنا صح. إذا تخلت عن مهمتها، لكن طالما أن هناك دولة ويجب أن تبنى وعلى الجميع أن يتجه نحو بناء الدولة، فبالتالي علينا. دكتور ياسين، بدقائق معدودة، لم يبقى لدي الكثير، ولكن هل مؤخرا أحد قادة المشترك زار الرئيس علي عبد الله صالح واعتبرها زيارة شخصية، هل يمكن نرى أن الدكتور ياسين يوما ما يزور الرئيس السابق علي عبد الله صالح وهذا من حقه شخصيا؟ شوفي، أولا أنا في الظرف الحالي لا أستطيع أن أفهم أي زيارة من هذا النوع بأنها شخصية، في وضع حقيقة الطرف الآخر لم يترك فرصة إطلاقا بالممارسات التي يمارسها، لم يترك فرصة للحديث عن أي علاقات شخصية بين الناس أو علاقات إنسانية.
ولذلك أنا أعتقد أن هذه المسألة مؤجلة فيما يخص حتى يعي الطرف الآخر أن المهمة الرئيسية في اللحظة الراهنة هي تحقيق ما تم الاتفاق عليه. أما الاستمرار في عقرة الاتفاق ونتحدث عن زيارات ولقاءات شخصية، هذا كلام غير مفهوم إطلاقا. نعم دكتور ياسين، الحوار معك لا يكتمل وهو يحتاج إلى ساعات وساعات، ولكننا كنا ملتزمين بحوار الساعة. أشكرك جزيلا على وقتك، أشكرك كثيرا أنك كنت معنا الليلة، وأشكركم مشاهدينا على الاستماع، وأراكم على خير. إلى اللقاء.